تحية وسلام لكل أحرار الوطن. بطبيعة الحال الخوت اللي كيشاركونا اللي كيشوفونا اللي كيسمعونا واللي كيفهمونا وحتى اللي ما كيفهموناش، كنعطيكم الأشواط الإضافية. نحقات بكم الوقت بعد ما كنا كنقول لكم بان راه ما عندكمش وطن، وكنتو تعتقدوا بان انا عندي واحد الخربه، دير واحد الخربه في المغرب، وعندي جمعزات، وعندي بغله، وعندي بقره، وعندي تمشي للمغرب تبغى يحبسوك في الديوان، يقول لك لا ما تدخلش، جيتي من طاليان، جيتي من اسبانيا، جيتي. فالمهم كورونا نفعتنا ونفعتكم ايها المغاربه. الملك الهمام ما بقاش كتقبلوا ليه الايادي الكريمه ديالو، وليتو غير كتكوزو الانحناء 90 دوغري 90 دوغري. فبغيت انا كنتمنى من الطبيعه انها تنتجنا شي كورونا كضرب الدار، باش هادوك المكوزين بيتكونسل دير مهم الدار، ما يبقاوش يوليو يحبيو يحبو ينعس على كرشو كتمساح باش يمشي يبوس البلغة ديال سيدو. فكورونا حيدت لنا البوسان، ولكن بغينا كورونا، لقينا باقي التكواز، بغينا كورونا ديال التكواز. فلعل وعسى هاد الناس اللي قاستهم كورونا تحول في الجسم ديالهم ان ميتاسيون، يولي كورونا ديال التمساح، توليو تماسيح يا الخرا، تبقاو تمشيو على كرشكم اللي عند البلغه ديال سيدكم وتبوسوها، ما تقدروش تكوزو. هذه بين قوسين تحيه لكم مجدده لكل الاحرار. كنحيو الناس اللي كيعرفونا واللي ما كيعرفوناش، نحيوهم غير شويه تيعرفونا ونتحاياو معاكم. كانت عندي واحد المداخله في واحد الغرفه من الغرف بدون ذكر اسماء، يشرف عليها ناس مرض فيهم كورونا ديال النرجسية ديال انا اللي كندير، انا اللي كنسير، انا اللي كنهضر، انا اللي كنسد عليك، انا اللي نخليك تهضر. انا وحنا المطالبات ديالنا، وبالمناسبة تحية لخويا ابليس والسيفاكس وطاليس وبواتي ليلي والاخ اللي انا شخصيا اول مره يعني كنسمع الصوت ديالو على المباشر، خويا مصطفى الجندرم اللي في امريكا، تحيه صادقه ليك. ربما وقعت سوء، ولكن المهم كانت واحد الرؤيه، كانت رؤيه انا عندي شخصيا وهي غاديه وكتبت. احنا ماشي الناس اللي كيعرفونا، كيعرفونا بأن نحن من المنادين لجمع الصفوف. ماذا يعني جمع الصفوف؟ يعني كتقول لهذا برد والاخر برد باش تجمع بيناتهم باش يتقاد الامور، لان الهدف عندنا كيف كيف، الهدف اللي غادي ليه. انت كتقول عندك هدف وانا عندي هدف، الهدف ديالك هو ديالي، والطريقه اللي اختلفنا فيها كيفاش نمشيو ليها هذا ما تيعنيش بان غنتحارب معك. وهنا ناس، هنا للاسف كاين الناس اللي كيشدوا هاد، لا انا قلت لكم مشيو من هنا، ما مشيتش معايا، اذا انتما خوانا، خوينا ونحن، واتهمنا باننا كنسدو قنوات، شيء غير معقول. غنسد قناة لواحد الانسان لان دار تسجيل صوتي ديالي وانا كندير التسجيل،
كندير فيديو وصوت وصورة واسم ومسمى وموقع ومتموقع، فلا يعقل أنني وأستحلف وطني، أنا لا مع الأعداء ولا مع الأصدقاء، ما عمرني دخلت في هذه المشاكل نفكر أنني نسينيالي واحد الإنسان، هذا تخربيق، هذا المرض هذا. ولكن كنكتشف اليوم بأن الناس مرضى وتيقولك عمرني ما ننسى لكم الموقف ديالكم، سديتوا لي القناة. اش نقول لك، انا نقدر نسد لك فمك نسدو لك، ولكن ما نسد لكش قناة. انا ما عمرني سديتش قناة لشي حد، وعندنا الدلائل، تيقول لك الدلائل، ها هما المواطنين، ها هما الأحرار اللي كيعرفونا. وإضافة لخويا مول البال ويستشهد وكيمسح فيه الموس، فهمتي، خويا مول البال وكيعرفنا باش يسكتو، باش داك مول البال ما يهضرش. للأسف انخدعت بهذا هذا المسح، تمسحات فيك الجنوية ديال الناس ما داروا والو. وانا ما نبغيهاش لكم، ما نبغيها حتى الانسان، وانا ما كيهمنيش، انا واحد الانسان يتهمني بانني انا غنسد لك قناة، شوف انا هو ولي العهد السعودي، انا الاخرى غنسد لك قناة، كندير اللي نسدها واخا نبغي كاع. كتعرفوا الحيوانات المرضى بالطاعون، راكينا كورونا بشرية، ماشي تعتقلوا غير داك، تعتقدوا بأن راكينا كورونا فيروس، لا راكين بشر هو فيروس، هو عند باله راه خدام في الصح، هو كيضر كل شيء، وما أكثرهم ولكنهم لا يعلمون. هو مريض وكيعتقد بأنه هو على حق، وقال لي كيقرب لحداه كيمرضو. فكنتمناو بأن احنا إذا كان نطالبوا بجمع وضم الصفوف ويطلع لي حزاق يبدأ يوزع في الاتهامات، يعرف واحد القضية خصك تعرفها المريض، بأن الوطن له رجالاته ونساءه وأطفاله أحرار، ما غتخلعوناش حنا بهذا. أنا عمري ما اتهمتك، أنا عارف بأن ما تفهمتش معك على الطريقة، ولكن دابا اتهامات، حنا ولينا كنسدو قنوات، ولينا حنا كنضربو النضال لمصلحة من؟ مصلحة العلوية. فانت مريض، فيك كورونا، انت ضربات كورونا العلوية، وما عندها دواء، هاديك ما عندهاش دواء. حنا كناديو بجمع الصفوف، واحد تيقول لك لا انتوما كتسدوا ليا وانا ما ننساش ليكم، فما عندي من، ما بغيتش نطول عليكم الخوت. تحية الاخوت اللي تلاقيت معاهم اليوم، اخص بالذكر خويا ابليس، ابليس العظيم، لان صافي لونطو ما كرش خويا اغيلاس، حتى هو نسمع الصوت ديالو بواتي ليلي. اما خويا طاليس مجموعة راه كنسمعهم تقريبا بين الفينة والاخرى. تحية صديقة مرة أخرى، الطز على المرات، الناس مرات كتبقاو مرات. وسير خود لك كينا، سير خود سير السبيطار قول لهم أنا مريض، راه وليت كنشك في كل شيء، راه غيصيفطو كل مستشفى عقلي
مريض. تانكيشون، شكرا لكم، أوفيدازين، تحياتي.